السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. طبعا في البداية متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد يوصل لحضراتكم إن شاء الله، وشيروا للأهل والأحباب وسيبوا كومنت حلو تقولوا إيه رأيكم في الفيديو النهاردة، ومتنسوش تحطوا لايك فضلا وليس أمرا. النهاردة هعمل أكلة جميلة جدا، وهي فعلا جميلة جدا وبسيطة وسهلة جدا. يعني الست اللي بتشتغل أو مثلا مش وراها يعني وراها شغل كتير في البيت، أو مثلا وراها مشوار يعني ما عندهاش وقت ممكن تطبخ، هتعمل الأكلة دي بمنتهى البساطة والسهولة، وأكلة سهلة سهلة جدا، وكمان طعمها تحفة وجميل جدا. برضو هعمل صينية وخفيفة كمان، يعني هعمل صينية بطاطس بس بيضة من غير صلصة خالص، باللحمة الضاني. اللحمه الضاني هتقولوا تقيله ومش عارف ايه، لا انا جايبه يعني لحمه ضاني من السمينه قوي، يعني كنت جايبه رقبه ضاني وهوريها لحضراتكم دلوقتي، بس اخدت جزء منها عملت بيه فته وفض كام حته كده، قلت اعمل بيها صينيه صغيره من البطاطس البيضه من غير صلصه، ومش هحط فيها سمنه خالص، مجرد الشوربه بتاعت اللحمه بس خالص. ودي بتتاكل الاحسن بالعيش، اللي عايز يعمل رز يعمل، بس هي احسن بس البيضه دي تبقى تتغمس بالعيش. تمام، هنشوف كل حاجه مع بعض، ويا رب الطريقه تعجبكم ان شاء الله. دي كده اهوت اهي اللحمه، انا سلقتها عشان ما اضيعش وقت الفيديو يعني واطوله. سهله جدا طبعا، اللحمه بنسلقوها بطريقه سهله جدا، عارفين طبعا كلنا بنغلي الميه ونسقط اللحمه فيها، وطبعا بنحط طبعا كل البهارات اللي عندنا، يعني فلفل اسود انا بحط بس فلفل اسمر، وطبعا ملح في الاخر مش في الاول، وبحط مثلا ممكن مستكه عشان دي لحمه ضاني، فبحط مستكه مثلا حبهان ورق لورا كده يعني، بس كده مش بحط اكتر من كده. وسلقتها هي كنت جايبه رقبه كامله بس اخدتها عملت منها فته، وبعد كده فضل الحتتين دول قلت ايه اعمل بيهم صينيه بطاطس صغيره. ودول كام بطاطسايه كده اهوت، مش كتير برضو، بتاع 4 بطاطسات تقريبا، قطعتهم كده بس قطعتهم تخين شويه، يعني مش تخين قوي ولا تخين ولا رفيع بالمنظر ده كده اهوت. وكمان الشوربه اهي اللي هستخدمها، بس طبعا هصفيها قبل ما احطها على البطاطس عشان خاطر ممكن يكون فيها عظم، عارفين شوربه الضان الشوربه اللي بتسلق فيها لحمه الضاني طبعا ممكن العظم ينزل فيها عشان لحمه الضاني بيبقى فيها عظم. وطبعا الرقبه بتبقى مش دسمه وما فيهاش دهن كتير زي بقيه الخروف، الرقبه اهي حمراء كلها، بس هو كان عاطيني حته ليا صغيره قطعت ايه منها، هخليها مع البطاطس. وقطعت بصله حلقات وثوم على بعض، حطيتهم على بعض البصل والثوم. فاحسن حاجه طبعا لازم واهم خطوه في صينيه البطاطس انا احط دول كده على بعض، واحط عليهم الملح والفلفل الاسمر. طبعا لازم ناخد بالنا ان الشوربه فيها ملح، تمام، فعشان كده ما نكترش ايه في الملح اللي هنحطه على البطاطس عشان ما تطلعش حادقه. حط حبه ملح حبه كده اهو عشان ادعك البطاطس بالبصل بالثوم، عشان الدعك ده بيخلي طعم البطاطس بيبقى جميل جدا على فكره، عشان بنطلع ريحه الثوم وريحه البصل مع البطاطس بيبقى حلو جدا. حبه فلفل اسمر اهو كده اهو، بس كده ما تحطش كتير برضو، ان حاطه في الشوربه فلفل اسمر وملح، واشمر كده عشان ايه ادعك بقى بالمنظر ده كده اهوت، ادعك جامد جدا البصل مع الثوم مع البطاطس. الطريقه دي مش عارفه ليه بتطلع البطاطس بيبقى طعمها جنان، لما تدعكي كده البصل انت حطاه والثوم مع البطاطس والملح والفلفل الاسمر بيخلي البطاطس تبقى طعمها جميل جدا. ادعكي كده جامد جامد كده اهوت، ندعكي جامد، ودي ما بتاخدش وقت خالص، مجرد ان انت سلقه اللحمه ده اهم حاجه، ما دام سلقه اللحمه يبقى خلاص كل حاجه ايه تمام. تمام كده اهوت دعكتها حلو جدا، حطها بقى في صينيه، حتى انا جايبه صينيه صغيره اهي على قد ايه البطاطس اللي انا عاملاها، مش عامله كتير يعني اهي كده اهوت، اسويها بس كده اسويها، يعني مش اسويها اسويها، خليها متساويه يعني، بس على البصل كده احط الشوربه بقى، طبعا هصفيها زي ما قلت في المصفى دي عشان ممكن يكون فيها ايه عظم ولا حاجه، عشان
ما يجيش ما في يعني في اللي بياكل يعني يجيب بقه ولا حاجة. كده هو تمام، حطيت الشوربة واحط اللحمة برضو عشان ايه هي مستوية اللحمة يعني مسلوقة، بس ايه احطها معاها عشان تتحمر في الفرن. واذا البطاطس استوت وال اذا البطاطس استوت ولسه ما اتحمرتش ممكن افتح الشواية. تمام، يعني دي طريقة سهلة جدا النهاردة عملتها لكم لصينية بطاطس جميلة وفي نفس الوقت سهلة جدا. كل مرة نعمل أكلات يعني صعبة ومعقدة، لا يعني برضو احنا بنحتاج الأكلات اللي هي ايه السهلة البسيطة اللي متاخدش مننا وقت. مثلا واحنا عارفين الدنيا ساقعة بيبقى الواحد عايز يعمل الأكل بسرعة وايه ويجري يتدفى، فدي طريقة سهلة جدا. ما دام انت سلقة اللحمة ممكن تسلق اللحمة قبلها بيوم أحسن حاجة. أنا بحب أسلق اللحمة، الفرخة لأ، اللحمة بس أحب أسلقها قبلها بيوم. وبعد كده خلاص يبقى سهل قوي، قشرت البطاطس والبصل والثوم وفركتيهم في بعض من الملح والفلفل الأسمر وحطيت اللحمة وحطيتهم في الفرن. ده كده بس الأكلة، وهتطلع وتبقى جميلة جدا. حطها في الفرن بقى ولما تطلع إن شاء الله هبقى أوريها إيه لحضراتكم. ممكن يعني ممكن احسن برضو هغطيها بورقة فويل عشان البطاطس تستوي، لما البطاطس تستوي اشيل ورقة الفويل. ليه بقى؟ عشان خاطر اللحمة دي مسلوقة، فعشان اللحمة ما تنشفش قوي لغاية ما تستوي البطاطس، فانا هغطيها بورقة فويل عشان تساعد على السوا، ولما تستوي الاقي البطاطس استوت خلاص اشيلها بقى عشان تاخد لون جميل كده، وهنشوف كل حاجة مع بعض بإذن الله. اهو جبت ورقة فويل اهي، هنستعد على السوا بس البطاطس ان شاء الله باذن الله مش هتاخد وقتها. كده اهي حاجتها محكمه وهدخلها الفرن بقى. اخيرا صينيه البطاطس طلعت في الفرن، ما خدتش وقت كتير يعني، وحطيتها تحت الشوايه شويه زي ما احنا شايفين، بس هي سخنه شويه. اللحمه زي ما احنا شايفين كده اتحمرت، والبطاطس برضو اخدت لون شويه بسيط مش عايزاها اكتر من كده، واستوت جامد جدا وبقت البطاطس طريه. ومش عايزه اقول لكم الريحه جميله جدا جدا جدا، ريحه البطاطس طالعه في منتهى الجمال وهي بتستوي يعني. والبطاطس هي استوت، عشان اشيل اللحمه شويه، البطاطس بصوا استوت هي خلاص كده. وفي بيبقى صوص بسيط كده دوت طبعا هتتغمس بالعيش، هي الافضل تغمس بالعيش، لكن عايز يعمل رز يعمل عادي. بس كل حاجه مثلا في حاجه بتبقى حلوه بالرز، حاجه حلوه بالمكرونه، حاجه حلوه يعني بالعيش، لكن البطاطس البيضه دي من غير طماطم تبقى جميله جدا بالعيش. فدي كانت بصوا استوت وبقت طريه وجميله جدا اهي زي ما احنا شايفين. كسر اهي، واللحمه برضو اخدت وش واتحمرت، ويعني وزي ما انتوا شفتوا انا ما حطيتش اي ماده دهنيه في الصينيه دي، بشوربه اللحمه الضاني بس، ما حطيتش اي سمنه ولا اي زيت. بس انا التملي كده يعني في الاكل بتاعي ما بحطش سمنه ولا زيت غير في الرز بس، انا مش هعمل رز هنا في الاكله دي، فبالتالي ما حطيتش اي حاجه. فهي منظرها جميل اهو وريحتها في منتهى الجمال. دي النهارده كانت اكلتنا النهارده، صينيه البطاطس البيضه اللي من غير صلصه من غير طماطم باللحمه الضاني، وممكن تتعمل بلحمه عاديه مش لازم لحمه ضاني يعني خالص. ممكن تتعمل بالصدق برده بتبقى جميله جدا على فكره. ممكن تتعمل بالكفته، تتعمل باي حاجه يعني، البطاطس البيضه دي بتبقى روعه روعه يعني في منتهى الروعه. بس اهم حاجه ان انت تدعكي البصل بالملح بالفلفل الاسمر بالبطاطس، تدعكيهم بالثوم، تدعكيهم بايدك كويس جدا، ده اللي بيخلي تطلع منها ريحه في منتهى الجمال. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتشيروا للاهل والاحباب، وسيبوا كومنت تقولوا ايه رايكم في الاكل النهارده والقطعه عجبتكم ولا لا، وما تنسوش تحطوا لايك فضلا وليس امرا. والى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناه عبير عامر، الى اللقاء.